يسعد مساكم وصباحكم حسب التوقيت المحلي انتم فيه. اليوم من كاليفورنيا من منطقة إرفاين، بتكونون وياي عشان تشوفون الاطلاق الحصري والاول الكورفت اللي كل حد كان ينتظرها، الميد انجن. بعد 50 سنة اخيرا قرروا انهم ينتجون هذه السيارة. وصلنا للحظة اللي كل حد كان يترياها، وصلنا للهانجر اللي فيه الميوزيوم وفيه الايفنت وفيه الكوربت الجديد، كل انواع الكوربتات. والسيارة اللي نحن ننتظرها داخل المكان، فناخذ وياكم لفة على السيارات اللي موجودة وعيش حياتك. الهانجر هذا يعتبر اكبر مبنى مصنوع من الخشب، تخيلوا هذا كامل مصنوع من الخشب. وهالمكان كانوا يبنون فيه المناطيد، إذا تتذكرون المنطاد الكبير وآخر شيء فيه قطعة صغيرة كذا وين يركبون الناس، فكانت المناطيد تنصنع في هذا المكان لين فترة بعدها قاموا في الحرب العالمية أعتقد كانت يصنعون فيه أجزاء الطيارات والطيارات، ومن بعدها بعد الفترة هذه قاموا يستخدمونه حق الإيفنتات والمناسبات. عندهم اثنين، هذا واحد في واحد طرف. صاحبنا خلص الموضوع، شل الصقر وحط لها رول كيج. كنا نتناقش للشباب كيف تعرف السيارة الخليجية من المواصفات الأوروبية. عندك انت في الأمام يكون فيه الرشاش اللي هو للماي، عندك المرايات هذه يكون حجمها بالخليجي أكبر، ويكون فيه الإضاءة اللي على الطرف الإشاير والطبلون. فهاي من الأشياء اللي تقدر تعرف إن هاي الكورفت خليجية أوروبية، فهذه لك كلن أوروبيات. اللحظة اللي كل حد ينتظرها. اللي هي وراي بشرح لكم بعض الأشياء اللي وايد بتعيبكم عن هذه السيارة الخرافية. السيارة هذه بتوصل عندنا البلاد بعد 5 أسابيع من ما تنزل في أمريكا، وسعرها خرافي تقريبا بالسعر الأمريكي، هي تقريبا $60,000، يعني 225,000 في هالحدود هذه. السيارة من 0 لـ100 3 ثواني، 495 حصان، سيارة ولا غلطة. السيارة تغير شكلها كامل من الأمام، استوى كأنه صاروخ. في هنا كاميرا أمامية تقدر تشوفها داخل بالطبلون اللي داخل السيارة، تصور لك إذا أنت في التراك، إذا لا سمح الله صار لك حادث في السيارة أو في شيء متعاطنها الباليه، فتقدر تطلع الفيديو وتشوف كل شيء في السيارة. السيارة فيها زر من الأمام يرفع لك السيارة تقريبا 5 سنتي في هالحدود هذه عشان المطبة، والزر وفي زر يطلع لك في الشاشة إنك أنت إذا مريت على نفس المطبة هذه من مرتين تضغط على الزر ويخلي لك السيارة يسوي سيف على مكان المطبة هذه. السيارة تنزل بموديلين، Z71 والعادية، هذه Z71 البيضة اللي هناك بتكون عندنا اللي هي العادية. الفرق بينهن الجناح، عندك هنا مبرد الراديتر، الشكل الخلفي للسيارة. السيارة فيها مكانين تخزين، مكان في الأمام وهذا مكان في الخلف، هنا المكينة ورا وفي مكان في الأمام.
عندك السقف اي كذا نوع، في العادي، في الكربون، في الزجاج، في اللي نفس القماش بس الماكينة عليها كربون. هاي الماكينة اللي قلت لك عليها في الميد انجن تقريبا 400، مش تقريبا، 495 حصان. فتحة الباب موجودة هنا تحت، تبطل باب السيارة. كاميرا، كاميرا الخلفية حاطينها هنا فوق عشان تكون الرؤية أوضح أكثر. هذا مدير جروب الكورفة عندنا في الإمارات. السيارة عندك الشاشة هنا أوضح وفيها كل شيء خاص بالسيارة. ومن الأشياء الحلوة هنا تقدر، هنا حاطين كاميرا حق الترك، فتبين لك عندك هنا الشاشة أوضح بكثير. الجير صار أزرار هنا موجود. عندك الأشياء الفيتشرز الخاصة بالسيارة، هذا مال التراكشن كنترول أوف اللي يرفع لك السيارة، وهذا مال التصوير إذا تشوفونه. عندك هنا المكيف، كل شيء خاص بالمكيف حاطي لك إياه هنا. وعندك هذا الزر، الزر هذا اسمه زي، فكرته أنك أنت تحط كل شيء أنت تباه في السيارة حق الحلبات. يعني مثلا أنت متعود تدخل حلبة معينة، مثلا حلبة دبي، حلبة أبوظبي، في أي مكان في الكويت، في السعودية، ما يحتاج تعدل في الفيتشرز في السيارة أو تغير أي شيء، كل شيء جاهز من الزر هذا، تضغط خلص أمورك. عندك هنا الجير، كلابي بدل جير، شفت انه وايد عشاق لها هذه السيارة الكورفت. بس طبعا صعب انك انت تحصلها.